مخيم رحايب الصحراوي هو مخيم بوادي رم حمية الديسة، بيقدم نشاطات صحراوية للسياح للمحليين، بيقدم خدمات داخل المخيم مثل المبيت والأكل والشرب. ميزياً في عنا كونسبت جديد كان على وادي رم، بلش معنا بال 2012 إنه عنا الخيمة بداخلها الحمام الخاص. بتمنى إنه إحنا نكون من الفائزين بهاي الجائزة، لأنه هي رح تساعدني صراحة أطبق الحلمين الموجودين عندي، سواء اللي هي الخيم اللي هي البابل تنت، أو إني أنا أكمل المخيم ويصير يشتغل كله على الطاقة الشمسية. شركة متميزة استطاعت أن تستغل سحر المكان الخاص في منطقة رم السياحية، ميزت حالها، وهذا التميز بالضرورة راح يعطيها فرص أكبر. البرزنتيشن ممتازة كانت، أسئلة دقيقة، واضح أنهم هم بدهم يختاروا حدا بعناية. بالتوفيق لجميع الناس المقدمين، وشكرا لبنك الاتحاد على هاي الفرصة اللي أتحوا لنا إياها.